مهندس شريف العريان أمين عام الاتحاد المصري للخماسي الحديث معنا عبر الهاتف للمزيد من الحديث. أهلا بك مهندس شريف. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. صباح الخير. المزيد من الحديث عن هذه البطولة وتوقعات بالنسبة للوضع المصري فيها. طبعا المنتخب المصري للخماسي الحديث من أفضل منتخبات العالم حاليا، وده بشهادة الجميع. طبعا نتائجنا في الأولمبيات الماضية وحصولنا على الميدالية الذهبية عن طريق أحمد أسامة الجندي كان إنجاز أكثر من رائع. نتمنى أن الفريق إن شاء الله نتأهل وننافس على الذهبية هذه المرة. في مرحلة السيدات أيضا عايزين إن احنا نكون منافسين إن شاء الله، اللي هيتكتب له إن هو يتأهل بإذن الله ويمثل مصر يكون منافس قوي في الأولمبيات القادمة. التجهيزات اللي بتتم لوضع الفريق على أفضل وضع، يا ترى ماذا عنها؟ المنتخب في معسكر دائم مفتوح في ملاعب حيث استاد القاهرة، وهي من أفضل الملاعب الموجودة في جمهورية مصر العربية للعبة الخماسي الحديث، وبيتم إعداده الحقيقة من مجموعة مدربين أكثر من رائعين. مراحل الإعداد كثيرة، إحنا عندنا 6 بطولات هم اللي هيحددوا مين اللي هيلعب الدورة الأوروبية القادمة، أو مين 36 لاعب في العالم وال 36 لاعبة اللي هيمثلوا دولهم في الأولمبياد القادمة. الحمد لله حتى الآن مصر ضمن مكانين في الولاد ومكان في البنات، إنما نتمنى إن يعني يزيد هذا العدد. وكانت البداية موفقة جدا في كأس العالم اللي كان في مصر، عندنا لسه 3 مراحل لكأس العالم، عندنا مرحلة قادمة هتكون في أنقرة في تركيا بعد العيد مباشرة، يليها مرحلة المجر بودابست، ثم تركيا مرة أخرى، ثم صوفيا بلغاريا، ثم نهائي كأس العالم في تركيا، ثم بطولة العالم في الصين، ودي هتبقى آخر مرحلة هتبقى في الأسبوع الثاني من يونيو، ثم على نص يونيو كل الألعاب 33 لعبة أولمبية هيتم معرفة مين ال 10500 لاعب ولاعبة في ال 33 لعبة اللي تأهلوا لأولمبياد باريس القادم. مهندس شريف، هل في تحديات معينة بتواجهكم في هذه المرحلة؟ التحديات المعتادة، يعني احنا عندنا رمضان دايما تحدي طبعا، انك تعرف تتمرن كويس فيه واللعيبة صايمة وتظبط البرنامج على هذا. الإصابات لما بتيجي بتعطلنا شوية، التغذية السليمة، النوم، انما الحمد لله احنا يعني متعودين على الكلام ده والولاد ماشيين كويس. بشكرك مهندس شريف العريان امين عام الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وبنتمنى طبعا المزيد من التوفيق لمنتخباتنا المختلفه المشاركه والمزيد من الذهبيه والفضيه والبرونزيه في كل المراحل.